النهارده نشوف بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول إيه. اليوم إن شاء الله هيشهد طقس مائل للحرارة نهارً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية إن هتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بيصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق اللي ممكن تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية لأنها هتكون خفيفة بالطبع. كمان هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، الصحراء الغربية، مدن القناة، شمال الصعيد، وقد تمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. خلينا نشوف تفاصيل أكتر من خلال البيان التفصيلي لدرجات الحرارة. البداية من القاهرة والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر درجات الحرارة في متوسطاتها الطبيعية، بقالنا أسبوع بنتكلم تقريبا في نفس المتوسطات. القاهرة 30-23، الإسكندرية والعلمين الجديدة 28-22، استمرارا للسلوم 27-20، دمياط بورسعيد درجات حرارة برضو ما زلنا في المتوسطات الطبيعية في هذا التوقيت 29-23، الإسماعيلية 31-21، نفس درجات الحرارة في السويس. شرم الشيخ 34-26، في انخفاض ملحوظ جدا في شرم الشيخ النهارده، يعني لا نخطئه. شرم الشيخ النهارده درجة الحرارة العظمى 34، والغردقة النهارده درجة الحرارة العظمى 33، درجة حرارة ممتازة جدا شرم الشيخ والغردقة، والصغرى 25. لسه كنا بنتكلم على مجاويش، فتقدروا بقى ممكن اللي عنده اجازات، وخصوصا ان احنا يوم الخميس كل سنه حضرتك طيبين اجازه، فممكن بقى تطلعوا في زياره سريعه للغردقه او شرم الشيخ. العريش 29-22 هي، ورفح طابه 30-24، سان كاترين 29-18، الفيوم 31-23 هي وبني سويف، المنيا واسيوط 32-22، الأقصر 38-26، أسوان 39-26، لسه أسوان هي اللي بتحتفظ بأعلى معدلات في درجة الحرارة العظمى 39، طبعا حارة لكنها مش حارة قوي زي ما احنا متعودين. شلاتين 36-25، حلايب 33-26، وأخيرا الوادي الجديد 36-24 درجات الحرارة. أعتقد النهاردة في متوسطاتها الطبيعية درجات حرارة لطيفة جدا جدا، وخصوصا اللي يمكن توقفنا عندها شرم الشيخ والغردقة، درجات الحرارة فيها عظيمة للغاية. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل. معانا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخلينا نعرف من حضرتك المزيد من التفاصيل. يمكن امبارح كلنا لاحظنا ان ما كانش فيه ظهور او ما كانش فيه سطوع كامل للشمس، فهل ده هيستمر النهارده؟ هل في توقعات بهطول امطار سواء كان في القاهره او غيرها؟ يعني ناخد كده يعني ملخص عن حاله الجو النهارده، اتفضلي. هو طبعا احنا بالفعل ما زلنا بنتاثر بالمنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا، اللي عامل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب اشعه الشمس على مدار اليوم. احيانا ممكن نلاقي بعض الاشعه البسيطه، لكن في معظم ايام او في معظم الساعات بيبقى في حجب لاشعه الشمس، فده بيساعد على انخفاض درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها. معظم المحافظات الحمد لله درجات الحراره فيها تعتبر حول المعدلات الطبيعيه، اجواء خريفيه تماما في معظم المحافظات. نقدر نقول ان احساسنا بالطقس هيكون طقس مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، ايضا بعض المناطق كمان من سيناء، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط. يبقى شديد الحراره في جنوب الصعيد، لكن كمان جنوب الصعيد حصل فيها انخفاض عن الايام الماضيه، فبالتالي في انخفاض في معظم المحافظات فترات النهار وكمان فترات الليل. يمكن احنا بدانا نحس فترات الليل بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، خاصه في ساعات الليل متاخر فترات الصباح الباكر. صغرى فتره الليل في المناطق الشماليه ما بين 21 و23 درجه مئويه، فاجواء لطيفه تماما. يمكن كمان نحس ببعض البروده البسيطه فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، خاصة إن أحيانا بيكون في نشاط رياح في بعض المحافظات بيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. فرص الأمطار كمان مكملة معانا اليوم، وهتختلف شدتها من محافظة للتانية، وهتكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية
مطروح والعلمين والاسكندريه، بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، بتمتد بكميات اقل يعني في مجملها امطار خفيفه في المناطق الداخليه، جنوب الوجه البحري، مناطق من القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه، لكن الحمد لله مجمل الامطار في اغلب المحافظات غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه طب يوميه. بالنسبه للشبوره صباحا علشان الناس اللي بتاخد الطريق، او يمكن برضو في بعض الناس في عشان في لونج ويك اند يعني ممكن يطلعوا يسافروا او ما شابه، فبالنسبه للشبوره صباحا هو متوقع ان الشبوره المائيه خلال هذا الاسبوع تحديدا ما تكونش مؤثره بالشكل الكبير زي الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي كانت شبوره مائيه كثيفه بشكل كبير واثرت على الرؤيه الافقيه، لكن خلال هذا الاسبوع وخلال الايام المقبله ان شاء الله تكون شبوره مائيه عاديه، مش هتاثر تماما على حركه المرور على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، يعني كثافتها قليله جدا، فالحمد لله الاحوال الجويه في معظم الظواهر الجويه في امورات مصر العربيه ما فيهاش اي تقلبات، ما فيش اي تاثير على اعمال الانشطه اليوميه، ومتوقع استمرار الاجواء الخريفيه دي يمكن على مدار باقي ايام الاسبوع، مطلع الاسبوع القادم استمرار درجات حراره عظمى على القاهره الكبرى 30 الى 31 درجه مئويه، الاحوال الجويه مستقره، كميات الامطار هي اللي ممكن يعني تختلف من منطقه للثانيه وتواجدها من لكن منطقه احنا للثانيه، بنتكلم ان هو كميه عامه غير مؤثره سواء كان على غير بقى مؤثره بالظبط، غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه يعني لحد نهايه الاسبوع ومطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، النهاردة أعتقد أن الجو عظيم.